السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتمرين ده هو بيقول لي consider the transmission of a signal having a power of 200 ملي وات. يبقى المفروض ان transmitted power بتاعتي 200 ملي وات. عايزين يحسب الريسيفد باور. لو الباور اللي موجود عندي بس بالديسيبل هتعادل سالب 50 ديسيبل. هو قانون بسيط جدا لازم نبقى عارفينه. لازم نبقى عارفين ان الباور ريشيو بتساوي الريسيفد باور على الترانسميتد باور، وان احنا لازم نحول من وحدة القياس اللي هي الخاصة بالديسيبل لوحدة القياس الوات. هنبدأ ازاي؟ نقول سالب 50 ديسيبل بتساوي 10 لوج باور ريشيو. ده القانون اللي انا بستخدمه عشان احول من الديسيبل للوات. يبقى اذا سالب 50 ديسيبل بتساوي 10 لوج باور ريشيو. هنقسم الطرفين على 10، يبقى نقسم هنا تبقى سالب 5 بيساوي لوج باور ريشيو. نتخلص من اللوج ازاي؟ المفروض ان اللوغاريتم ده اساسه 10، يعني في هنا 10 تحت كلمة لوج. عشان نتخلص من اللوج يبقى المفروض ان احنا بنقول ان الباور ريشيو بتساوي ال 10 اللي موجوده تحت دي اس سالب 5. يبقى اذا الباور ريشيو بتساوي 10 اس سالب 5. الباور ريشيو احنا متفقين ان القانون بتاعها بيساوي الريسيفد باور على الترانسميتد باور. طيب الباور ريشيو احنا طلعناها ب 10 اس سالب 5 وات، بيساوي الريسيفد باور اللي احنا بندور عليها. مش هو بيقول لي احسب لي الريسيفد باور على الترانسميتد باور؟ الترانسميتد باور اللي احنا كنا بعتناها كانت 200 ملي وات، فالمفروض ان انا اشيل كلمه ملي واحط بدلها 10 اس سالب 3. يبقى اذا دلوقتي ال 10 اس سالب 5 وات اللي احنا طلعناها من فوق بتساوي الريسيفد باور اللي هي مجهوله مقسومه على ال 200 ملي وات، والملي 10 اس سالب 3. يبقى المفروض ان الريسيفد باور بتساوي مين؟ بتساوي ال 10 اس سالب 5 مضروبه في ال 200 في 10 اس سالب 3. هيطلع لي الناتج مباشره على الاله الحاسبه 2 في 10 أس سالب 6. وحضراتكم عارفين إن ال 10 أس سالب 6 تعادل مايكرو، يعني معنى كده إن الناتج يطلع 2 مايكرو وات. لو كان الناتج طلع مثلا حاجة غير المايكرو، إزاي أحوله من الملي للمايكرو أو كذا؟ في زرار موجود على الآلة الحاسبة عند حضراتكم اسمه إنج. زرار الإنج ده لو أنا بضغط عليه بيحول لي الأرقام اللي موجودة عندي للملي والمايكرو والنانو وغير ذلك. مجرد ان انا بكتب الرقم وبعدين اضغط على انج ينقلني من الملي للمايكرو للنانو وغيره. شكرا، سلام عليكم.